المغرب للمرة الثانية تنعقد المؤتمر، وبالتالي هذا شرف بالنسبة للمغرب احتضن هذا المؤتمر ديال المدن الإفريقية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، وتحضروا أكثر من 5000 مشارك وفي 150 ورشة، وجاو خبراء ورؤساء من ماشي غير من افريقيا، جاو من اسيا، جاء العمده ديال يوكوهاما من جابون، جاء العمده دوانزو من الصين، جاو من امريكا، من اوروبا خبراء وعلماء، وبالتالي كانت 5000 كلهم راكم يوميا تيناقشوا في ورشات، قلت لك 150 ورشه، مجموعه ديال المشاكل اللي هي ماشي مشاكل ديال الجماعه الترابيه، هي مشاكل المواطنين والمواطنات اللي تيسكنوا في هذه الجماعه الترابيه. كاين جميع الاشكالات، التغيرات المناخيه، النمو الديموغرافي، التنميه المستدامه، الاقتصاد، البحث عن التمويل، كيفاش قارات افريقيا غتطور في المستقبل، التعليم، الاطفال، مشكل الاطفال المتخلى عنهم في الشارع، كيفاش غادي نعالجوا هذه القضايا، اذا التمويل ديال الجماعات، وبالتالي جميع الاشكاليات مطروحه في هذا المؤتمر اللي غادي يستمر لمده اسبوع. هاد 150 ورشه، كل ورشه غادي تخرج بواحد 20 توصيه او 30، يعني ملي كتضربها في 150 كتولي 3000 توصيه، ولكن كاين هناك لجنه اللي في الاجتماع ديالها كتختار توصيات الاهم والمهمه واللي قادره تحقق، ما كاين التوصيات اللي مستحيل تحقق راه ما كاتيش ناخذوها. هذا هو الموضوع. كذلك وقعنا مجموعه اتفاقيات شراكه مع الوفد المصري، الليبي، موريتاني، السوداني، وقعنا مع اتفاقيات شراكه مع بوركينا فاسو، مع كونغو، مع ما سميتها مدغشقر، وكاين هادشي من طرف الجمعيه ديالنا، ولكن كاين مدن اخرى مغربيه اللي عقدت شراكات مع مختلف المدن الافريقيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.